طيب خلينا نروح للمصري والطفره الغير طبيعيه السنه دي في الاداء، وفوز كبير قوي طبعا على انبي 4-0، واتفرجت على المباراه وكان ممكن النتيجه تزيد. صح محمد، عايزك تقول لي المصري ايه اللي بيحصل وانبي ايه اللي بيحصل. اه المهاجم كسب المدافع يعني، لا انبي طبعا بيحصل مشكله كبيره جدا للكابتن حمد صدقي. آه واضح ان في حاجه، يعني واضح ان في حاجه. ده مش اداء فريق انبي ابدا، مش الفرقه اللي تتغلب اربعه، حتى لو ده لما بيلعبوا الاهلي والزمالك ما بتبقاش انت بتبقى حاطط المباراه ايكوال، يعني ممكن انبي يكسب وممكن يتعادلوا، ولو كسب الاهلي او الزمالك بيكسب بفرق هدف بالعافيه. لكن ان انبي يتغلب باربع اهداف، لا اكيد في مشكله لانبي. ده فيما يخص انبي، لازم الكابتن حماده والاداره تعرف ايه مشكله اللاعبين، لان انت قلت قبل كده وقلنا واتفقنا ان انبي وسموحه وادي دجله من اكتر الانديه اللي عندها كم من اللاعبين في كل مركز. فرقتين عندهم فرقتين، لو لعبت باي 11 هتقدر تأدي اداء احسن من كده بكتير. مشاكل في الدفاع كتير قوي، السردباكين المسافات بينهم مفتوحه بشكل كبير. اداء طبعا لمحمد عبد المنصف ما كانش موفق تماما. في هدفين من الاربعه يتحمل مسؤوليته، تسديده كابوريا طبعا والهدف الرابع بتاع احمد رؤوف اللي طلع غلط طبعا. فبالتالي بس احنا اشدنا بقى منصف السنه دي كتير، لكن الماتش ده ما كانش موفق. المباراه احنا بنتكلم عن المباراه اللي شفناها، ده كله فيما يخص انبي. تعالى بقى للملحمه اللي عاملها كابتن حسام وكابتن ابراهيم، حاجه رائعه. فرقه يعني طبعا الناس كلها خلاص اتكلمت ولازم ندي للراجل حقه. لا حسام حسن اختلف غير، يعني ما فيش عصبيه، في هدوء شديد جدا، في اتزان في الملعب، في رؤيه فنيه بقت فيها نضوج وفيها تركيز شديد جدا. فرقه بتأدي بقلبها، يعني دايما يقول لك كده ايه، في لعيبه بتدي 100% وحته. هو المصري بيعمل كده، يعني كل لاعب بيدي 100% بتاعته وبيزود عليها حته. الحته دي بتاعت حسام ابراهيم اللي هي القلب، اللي هو ايه كل واحد عايز يطلع قلبه بيلعب بيه. أي. فاداء رائع، تركيز شديد جدا. احمد رؤوف طبعا اداء رائع، كابوريا رائع، كل الفرقه بصراحه مع الكابتن حسام بشكل غير طبيعي. طبعا الناحيه الاداريه مع كابتن ابراهيم حسن ومع كابتن طارق سليمان بقى وكابتن حسن مصطفى، الجهاز كله للامانه وكابتن وليد بدر، كل المنظومه دي اتمنى انها تكتمل على كده. يعني اتمنى ان هم يكملوا نهايه الموسم بالشكل ده، المصري في شكل يليق بيه، في مكان يليق بيه، اهلي زمالك مصري، يعني تحس ان هو ده اسم المصري، وهو ده المفروض يكون اسم الاتحاد السكندري، والمفروض يكون الاسماعيلي. في اسامي يا كابتن كريم وراها بلد، فرقه وراها بلد، فبالتالي اتمنى يا رب يفضلوا على نفس الاداء ونفس الروح. احمد رؤوف هداف الدوري دلوقتي 10 اهداف طبعا. لا احمد رؤوف متساوي مع ستانلي 10 اهداف. احمد رؤوف بيعمل ملحمه، يعني هو بص لو استمروا على كده متهيألي ان الكابتن حسام يستحق احسن مدير فني في الموسم. بس يعني طبعا دلوقتي بدري، احنا في ناقص 14 اسبوع بنتكلم، بعد 14 اسبوع لو استمر المصري على نفس الروح وعلى نفس الاداء وقريب حتى من النتائج دي، يعني مش لازم تكون زي ما هي كده، حتى لو قلت سنه لكن يحافظ على المربع الذهبي. انا شخصيا زي ما اخترنا الكابتن ايهاب جلال الموسم اللي فات كاحسن مدير فني من وجهه نظرنا، حتى وهو مش واخد البطوله، لكن هو احسن مدير فني ادار فرقه وعمل معاه شغل. يبقى الكابتن حسام حسن لو كمل ياخد دي، نفس الوضع احمد رؤوف يخش من احسن اللاعبين في الموسم ويستحق ان هو منتخب مصر زي ما انضم الفتره طبعا لو استمر. بس اهم حاجه الاستمراريه. لو استمر على الاداء ده والفرقه دي هيروح منها غير كمان محمد مجدي، يعني غير محمد مجدي هيروح كمان عدد يستحق ان هو يكون موجود في منتخب مصر. سموحه والمقصه 4-3، واول مباراه للكابتن حلمي طولان بعد عودته لتدريب نادي سموحه، للأسف نتيجه كبيره يعني طبعا، وكم كبير يعني 7 اهداف في مباراه واحده. ايوه للاسف انا ما اتفرجتش على المباراه دي، يعني كان عندنا معسكر، بس واضح ان طبعا دخول الكابتن حلمي طولان وواضح جدا النتيجه بين الارهاق على مصر المقص. مصر المقص كان بيلعب مباراه مع اثيوبيا قبلها تقريبا بثلاث ايام، فواضح جدا الارهاق باين. لان انا عارف ان هي كانت تقريبا 3-0 في اول في الشوط الاول، فده
اكيد برضو كابتن حلمي اشتغل على الحته دي واشتغل على الضغط من اول المباراه، لانه واضح ان احمد تمساح في الدقيقه 20 وبعدين 30 وبعدين محمد حمدي زكي في الدقيقه 47، فتحس ان الاهداف ضغطوا خلاص على طول، وكل الاهداف ما بينها بس 15 20 دقيقه، فده بيبين لك مدى الضغط اللي هو ضغطه. وطبعا اكيد الكابتن حلمي بدايه يعني اكثر من رائعه مع نادي سموحه، هارد لك مصر المقصه تبقى فرقه بتلعب كره حلوه قوي، ومش بعيد المقصه المركز الرابع يعني 33 نقطه. ودايما مشكله الفرق اللي بره الاهلي والزمالك يا كابتن كريم، اول ما يلعب افريقيا الله يكون في عون الكابتن ايهاب جلال، طبعا هتبتدي السفريات تزيد عليه، هيبتدي الارهاق يزيد، هيبتدي غصب عنه يضطر يدور الفرقه بشكل اكبر كمان، فده بيعمل ارهاق على اللعيبه. بداوا يلعبوا دوري وبدا يبقى في سفر وبدا يبقى في ارهاق، عشان كده احنا بنوضح للساده المشاهدين ما تستقلوش بلعيب الاهلي او الزمالك. ايوه الاهلي او الزمالك اللعيبه اللي بتسافر 17 و20 ساعه وترجع من افريقيا على منتخب مصر وتخلص منتخب مصر وترجع تدخل على المحلي وتدخل على المحل، ده حاجه اسمها اللعيب الدولي اللي فعلا سعره بالملايين. يعني الناس تقول لك ايه مثلا عبد الله السعيد كان في الماتش ده وحش، يا جماعه ما عبد الله السعيد ده مش مكنه، ده عمال جاي من المنتخب طالع على مش عارف السوبر في دبي، مخلص السوبر طالع على افريقيا، مخلص افريقيا طالع على، يعني ما ينفعش يبقى كل مباراه فرقه الاهلي والزمالك احسن ما يكون. صعب ده يعني مساله صعبه جدا. اخر مباراه الاسماعيلي والداخليه وفوز الاسماعيلي 1-0 بهدف لحسني عبد ربه في الدقيقه 88. بص في الدقيقه 88 وحسني عبد ربه اللي يجيبه وهو لسه نازل، دي نيات. الاسماعيلي مجلس الاداره يعني بيفرتك الدنيا عشان يطلع فلوس للعيبه. مكافاه المباراه اللي قبليها طالعه يوم مباراه الداخليه الصبح، اللعيبه مستلمه. وعلى فكره كنا قلنا خبر كده ان كان مخصوم 50,000 جنيه من كل لعيب بعد من الاسماعيلي بعد ما خسروا الانتاج الحربي. قلنا خبر ان لو الاسماعيلي الاداره وعدت اللعيبه لو كسبوا ماتش الداخليه هيشيلوا الغرامه دي او العقوبه دي، شالوها فعلا بعد المباراه. بص يا كابتن كريم الروح واضحه، كابتن خالد القماش برضه عامل شغل. طبعا طبعا كابتن خالد مدرب كبير وهو كمان ابن من ابناء الاسماعيلي، لكن الروح بتاعه اللاعبين باينه بشكل غير طبيعي، خصوصا يعني في الدقائق الاخيره. طب بص كمان عايز اقول معلومه بس فنيه، يبقى مروان محسن هايل نسبه 90% من الناحيه الهجوميه لنادي الاسماعيلي تبقى عند الراجل ده. صح الراجل ده احسن الفراوده في مصر دلوقتي، يعني ده الراجل ده بيلعب لوحده، بيلعب بقى جنب بناهيني، بيلعب فرود صريح تحتيه واحد تحتيه اثنين، هو بيقاتل بيلعب بدماغه كويس قوي كمان. طبعا هو احيا الكوره سعد حسن، بس برضه لازم نقول برضه خبره السنين، حسني عبد ربه مكمل وهو عارف ان مروان هيعملها كده، ومكمل لغايه لما يعني دخلها ببطنه يعني عارف انت اللي هو ايه، وقتال غير طبيعي غير طبيعي في اخر خمس دقائق من كل اللاعبين. فبالتالي يعني مبروك نادي الاسماعيلي، بينط مركز مهم جدا وبيروح للمركز الخامس ب 31 نقطة، وقرب جدا من مصر المقصة وقرب من المصري، وبرضه ده وضع النادي الإسماعيلي الطبيعي. أنت عارف دايما أنا براهن على النادي الإسماعيلي، حتى أنا كنت مختلف معاك أنت والكابتن علاء مايوب السنة اللي فاتت، وكنت كل شوية أقول لك إيه، تقول لي الإسماعيلي مش عارف السنة، أقول لك لا بس مع خصم الست نقاط، ولو ما خصمتش الست نقاط الإسماعيلي كان يبقى مش عارف، يعني على طول دايما الإسماعيلي بأي لعيبة وبأي مجلس إدارة وبأي ظروف، أنا يعني بحس إن الإسماعيلي ده ما يعني ما يبقاش فيه خوف عليه. طيب يعني دي كانت لقاءات الاسبوع ال20، خلينا نتكلم بقى على